بغداد من الصعب انه يضيع. بغداد يتقدم. الله، البصمة الأولى في بداية هذا الموسم. قائد كتيبة هجوم عيال الذيب بغداد بنجاح من نجاح في موسم ماضي، مختلفة غريبة متفردا في كل شيء يا بغداد. هدف ثاني يسجل في هذه اللحظات لتصبح النتيجة 2-0، وهذا أمر متوقع وطبيعي في ظل السيطرة المطلقة في شوط المباراة الثاني والتي استمرت طبعا مع هذا الشوط، وبالتالي الهدف الثاني 2-0. 2-0. الله على الخطوة، يا الله، النقلات والأشكال الهندسية اللي شاهدناها في كرة هذا الهدف أجبرت مدافع الاحتياط عبد الرحمن عبد الله بأن يضع الكرة في مرماه بالخطأ ليصل الزعيم لثالث أهدافه في هذه المباراة. يا سلام يا سلام، كم لمسة، كم نقلة. شوف أكرم وبغداد وهذه الكرة اللي طبعا بالخطأ عبد الرحمن عبد الله بالخطأ في مرماه، والهدف الثالث يصل له الزعيم في هذه اللحظات لتصبح النتيجة 3-0. 3-0. خلف المدافعين عرضية، كرة، كل موسم إن كان الخصم اللي أمامه رافعا للمنديل الأدب فلن يكتفون لا بالأول ولا بالثاني ولا بالثالث، الرابع يسجل في هذه اللحظات. بغداد بنجاح، لكن شوف الصناعة من شافي لحامد إسماعيل، وبغداد يسجل ثاني أهدافه في هذه المباراة لتصبح النتيجة 4-0. الله على تمريرة شافي، نظرة فتمريرة، الكرة في المرمى، كل الكرات التي تبدأ من شافي في هذا المكان يجب أن تعلم بأن نهايتها ستكون في الشباك، وهذا ما حدث في الكرة الأخيرة وفي الكرة التي سجل من خلالها السد الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-0. 4-0.